FM. الكلمليك هيدلاينز هيدلاينز هيدلاينز. نبدأ هيدلاينز لليوم بجريدة الأنوار، الجريدة الأسبوعية اللي تصدر كل يوم جمعة، اللي تقول في العيون تاعها اللي تختار الأزمة السورية، واللي تقول تقودها أمريكا وفرنسا وبريطانيا أجواء عدوان على سوريا. تفاصيل في الصفحة 14. في حوار لي في الصفحة 7، الرئيس المدير العام للخطوط الجوية التونسية يقول قريبا خط نيويورك والسماء المفتوحة أكبر تحدي. تفاصيل كاملة كما قلنا تلقاوها مع الحوار مع إلياس المنكبي، رئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية، واللي تحدث على الخط الجديد، خط نيويورك تونس بتاعهم، والأوبن سكاي اللي يعتبرها هو أكبر تحدي للشركة للنقل التونسية. في تحقيق لها في 3 صفحات تقول الأنوار مدرسة الفرصة الثانية، مئات الألاف المنقطعين عائدون. 3 صفحات كما قلنا، صفحة 4، صفحة 5، والصفحة 6 تحقيق قامت به زميلة وحيدة المي، واللي تقول فيه تدخل مدارس التونسية 100,000 منقطع عن التعليم سنويا، وسجل بلادنا أكثر من 20% من الأميين موزعين على ولاية سيدي بوزيد، القيروان، جندوبة والقصرين، كما أن أكثر من 2,000,000 مندمج في سوق الشغل بلغوا مستوى التعليم الابتدائي فقط. وباحتساب سنوات الثورة إلى اليوم نجد أكثر من 800,000 منقطع في سن مبكرة يستقبلهم الشارع والمهن الهاشة والاستقطابات الخطيرة. وزارة التربية فكرت في إدماج هؤلاء من جديد في منظومة التعليم وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة من خلال مدرسة الفرصة الثانية. فهل تفلح فعلا في كسب هذا الرهان الصعب وتنجح في امتحان مصيري خطير؟ هذه المقدمة متاع التحقيق اللي كما قلنا تلقاوها على 3 صفحات. الارتيكل زادة تلقاو فيها عديد الأرقام، كما 137 مليون دينار هي كلفة الرسوب، 207 ملايين دينار كلفة الانقطاع، 80% من غير المتمدرسين بين سن 18 و21 سنة، 16.8 مليون دينار تمويل البرنامج هذا متاع مدرسة الفرصة الثانية، 3 سنوات يستغرقها المشروع، 70,000 شاب بداية من 15 سنة في مرحلة أولى، 28% من المقطعين بين 12 و13 سنة، و 19% من المقطعين بين 15 و18 سنة. في الملحق الثقافي تلقاو بورتري نجم نقولوا على محمد صادق بتونس، اللي أصدر أول دستور ووقع معاهدة الاحتلال. تفاصيل تلقاوها في الملحق الخاص بصحيفة الأنوار الصادرة اليوم. وفي الرياضة تقول البطولة الوطنية بروفا بين الأفريقي والبنزرتي، وتشويق بين البقلاوة والنجم. نمشي إلى الشقيقة الكبرى للأنوار، نحكي على صحيفة الشروق، واللي تقول في صفحتها 4 واللي تتسائل الحملة تنطلق غدا، كيف نحمي الانتخابات البلدية من المال الفاسد؟ هذا في الصفحة 4، التساؤل هذا بقلم فاضل الطياشي، واللي يقول كيف نحمي الانتخابات البلدية من المال الفاسد. تنطلق غدا السبت 14 أبريل فترة الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية، ويأتي ذلك بالتزامن مع المخاوف من لجوء بعض الأحزاب إلى وسائل مشبوهة لاستقطاب الناخبين، مما مثل ما حصل في انتخابات 2011 و2014. في الجزء الثاني تقريبا تلقاو كل التفاصيل عن الحملة الانتخابية، من حملة قبل الحملة، تنظيم الدعاية والجرائم الانتخابية، كيفاش تنجم تصير التجاوزات. هذا بطبيعة في صحيفة أهل شروق. واللي تمشي للصفحة 13 تلقى فيها قضية هلاك شاب 17 سنة بحجر في صفاقس، إيقاف القاتل على الحدود التونسية الليبية. الإجرام كبير برشا، قاعد في مختلف الولايات بمدينة ببلاد التونسية مهما كانت المدن. بطبيعة قاعدين نسمع في قضايا غريبة وعجيبة. الأول ينادي بالخوصصة والثاني يعتبره خطا أحمر. الصفحة 5 تسأل شروق ما هي أسباب الخلاف بين الشاهد والطبوبي؟ إما الإصلاحات الكبرى وإما الإفلاس، الشعار الذي يرفعه الشاهد ينادي به الطبوبي أيضا، لكن الخلاف بينهما في طبيعة الإصلاحات. فالأول
ينادي بالخوصصة المدروسة والثاني يعتبرها خطا أحمر. ولكن ما هي خفايا هذا الخلاف؟ البقية تلقاها في المقال بقلم عادل العوني يرجع إلى أسباب الخلاف بين الشاهد والطبوبي. المكتب التنفيذي لحركة النهضة إحالة عضو مجلس الشورى الذي تهاجم على لطفي زيتون على لجنة النظام. لطفي العمدوني هو اللي قام بالتهاجم هذا وبالطبيعة الأخطأ شوية في حركة النهضة. موصلين مع جريدة الشروق ونمشيوا إلى تحقيق قامت بتحقيق مهم في الحقيقة اللي يتعلق بصحة التونسيين واللي تقول نسبتها تجاوزت 30% السمنة تضرب النساء. أكد عدد من خبراء الصحة والتغذية أن مرض السمنة يضرب نسبة كبيرة من النساء والآن يعاني 30% من التونسيين من السمنة. فإن نسبة النساء التي يعانين من السمنة أكبر من نسبة الرجال. فما هي الأسباب؟ ترجع الارتيكل بقلم ناجي الملكي ترجع إلى أهم الأسباب اللي تؤدي إلى السمنة. الأرقام ودلت في الارتيكل 30% من نسبة التونسيين الذين يعانون من مرض السمنة سنة 2016 34.6% هي نسبة التونسيين الذين يعانون من الوزن الزائد و 90% من الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري صنف 2 يعانون من البدانة. موضوع كبير برشا نحكيه على الصحة اللي تم التونسيين يزمنها بطبيعة راجعوا رواحنا في عديد العادات الاستهلاكية وخاصة قلة الرياضة اللي تقريبا صفر دقيقة نقوموا بها في الرياضة. واحد الناس ما عندي برشا عملش الرياضة معتز عملت الرياضة يزمنا نراجع برشا في الرياضة. جاي صيف وجاي رمضان إن شاء الله نجم نلقى الوقت الفراغ لقيام بالرياضة. وأخيرا في الصفحة 11 فجرها المنتجون والمصنعون أزمة الحليب تعود من جديد. بداية أزمة الحليب تلقي بظلالها على المنتجين والمجمعين والمصنعين. حد التلويح بإيقاف النشاط بداية 23 أفريل القادم وأي حلول حتى لا تلقي بظلالها على المستهلك التونسية من أزمة إلى أزمة. حصيلوا احنا في انتظار أزمة جديدة للحليب اللي تقول تقريبا في اول الارتيكل نزيها بوسعيدي الصحفي اللي قامت بكتابة المقال. يواجه قطاع انتاج الحليب صعوبات عديدة لعل اهمها وفقا لعضو المكتب التنفيذي باتحاد الفلاحين شكري رزقي ارتفاع كلفة الانتاج وتهريب الابقار. واوضح ان كلفة الانتاج لتر الواحد للحليب تتراوح بين 860 مليم الى 1013 مليم حسب طريقة تربية الابقار بينما الفلاح يبيعه ب 760 مليم اي باقل من سعر كيلوغرام العلفة المقدر ب 800 مليم. اكيد التفاصيل كاملة تلقاها في الارتيكل من جريدة الشروق في الصفحة 11. نمشيو للاشهار ومواصلين معاكم هيدلاين. مواصلين جزءنا الثاني في هيدلاينز واللي نمشيو للشروق الرياضي واللي تقول سيخضع للجراحة على يد خبير عالمي المساكني لن يشارك في المونديال. أكيد الإصابة متاع يوسف المساكني نجم منتخب الوطني التونسي أسالت الكثير من الحبر كلها ولات تبه وتفهم في الليغامون كروازي وتفهم في الركبة وتفهم في الجراحة الرياضية وتفهم في عديد الأشياء في حين أنه ما زال إلى حد الآن مش واضح التشخيص النهائي. بطبيعة أنه بعد 10 أيام تقريبا يوضح تشخيص وأنه صعب برشا أنه مشاركة يوسف مساكني لكن مازال ما تمش القطع نهائيا بتصريح من الطبيب المباشر ولا أطباء المباشرين ليوسف مساكني. أكيد كلنا نتمنى أنه يكون حاضر إذا كنا لكن كلنا نتمنى أنه يوسف مساكني يكون في صحة جيدة. الملاعب مازال عمره 28 سنة مازال قادر على العطاء وإن شاء الله ربي يشفيه على كل حال. وبطبيعة مجهوداته كبيرة برشا في ومساهمته بطبيعة في ترشح المنتخب الوطني التونسي لكأس العالم روسيا 2018 ويستحق المشاركة في كأس العالم هذه. ديما في الشروق الرياضي تحكي على الرابطة الثانية بتحديد البلاي أوف الهمهمة للتمسك بالريادة وقفصة وسيدي بوزيد لفك الشراكة. وأخيرا بعد ترشح الريال في على المستوى الأوروبي حرب بين صحف مدريد كاتالونيا وإيطاليا كي تعرف مباراة مثيرة للجدل نهار الأربعاء بين اليوفي وريال مدريد وكيفاش كانت اليوفي متقدمة في سانتياغو برنابيو بذات 3 أهداف مقابل 0. الحكم كان أعطى ضربة جزاء تقريبا في الدقيقة 92 تقريبا دقيقة ثانية في الوقت البدل ضيع ضربة جزاء عليها برشا شكوك ومن بعدها تم إقصاء بوفون حارس اليوفي بعد الاحتجاج
حصيلوا كما قالت شروق عجبني تيت الحرب بين صحف مدريد كاتالونيا وإيطاليا. نعرف اللي كاتالونيا صحف كاتالونيا اللي تشجع في برشلونة بطبيعة, برشلونة كانت انسحبت من رابطة الأبطال الأوروبية. نمشيوا بالمغرب ونختموا بالمغرب في إدلاينز اليوم. تقول غدا تنطلق حملة الانتخابات, عين المترشحي عين المرشحين على الصندوق وعين الناخبين على الوضع العام المحتقن. رئيس هيئة الانتخابات محمد تيلي المنصري: المغرب لم أتصرف من تلقاء نفسي في مسألة الحبر الانتخابي, والهيئة ستتكفل بفقط بمصاريف النقل والباقي على الدولة. مسكينة الدولة بعد أن شملت التعليم الثانوي العالي قطاع التعليم الأساسي يدخل على الخط الإضراب لتحقيق جملة من المطالب بطبيعة. هذا في ما يخص التعليم. في الصفحة السياسة: كان منتظرا تقول المغرب إقالة المدير العام للصيدلية المركزية. تم يوم أمس الإعلان عن إقالة رئيس المدير العام للصيدلية المركزية المعز لدين الله المقدم من مهامه وتعيين أيمن المكي خلفا له. يأتي ذلك على إثر موجة من الانتقادات في الفترة الأخيرة لهذه المؤسسة وللنقص الذي تعرفه الولاد لعدد أنواع الأدوية. ونجم نقوله ونأكده حسب معرفتنا الشخصية بين ظفرين المتواضعة أنه الإقالة ما تمش على النقص في المستوى الأدوية بل على الخور اللي صاير على مستوى هدر المال العام في المؤسسة الحكومية هذه والمؤسسة العمومية هذه الصيدلية المركزية. وحان الوقت لمحاسبة كل إنسان متورط من قريب أو من بعيد في إهدار المال الشعب التونسي. إذن نفيقوا لبلادنا وتقيوا الله في الشعب التونسي, في أموال الشعب التونسي, في أدوية الشعب التونسي, في صحة الشعب التونسي. وهذه الصيدلية المركزية يزمو يتم جرد كامل وديت كاملة للمؤسسة هذه اللي ديونها بالمليارات, فساد فيها مستشري الموظفين وغير الموظفين اللي عندهم علاقة مباشرة وغير مباشرة بالمؤسسة هذه. مش المدير العام والرئيس المدير العام فقط, كل الناس من القطاعات الكل في الصيدلية المركزية يزمهم يتحاسبوا. اللي متورط يتحاسب واللي مش ما عندوش حتى علاقة يخدم على روحه ويواصل العمل متاعه. ونختمه بصفحة 7 واللي تقول جريدة المغرب: عودة الأجواء التوافقية إلى مجلس نواب الشعب. الجلسة تبلغ الفصل 126 مشروع مجلة الجماعات المحلية في انتظار استكمال المصادقة على المشروع برمادي. وإن شاء الله يكمل تكمل المصادقة على مجلة الجماعات المحلية للقيام بالانتخابات البلدية جاية على أكمل وأحسن وجه. Headlines. Capafem. Et le Kilmelik.